بسم الله. دلوقتي كل قسم architecture structure و MEB بيبدأ يشوف الموديل بتاعه سليم ولا لأ قبل ما نبدأ نعمل coordination وقبل ما نبدأ نحط الموديل كله مع بعض. لأ، كل قسم بيبدأ يفحص الموديل بتاعه، هل في حاجة ناقصة، هل في حاجة مخالفة للتصميم، هل في حاجة فيها مشاكل، هل في حاجة ما اتعملتش، هل في حاجة منسية. لأن ممكن أنا بعمل الكوردينيشن يكون أصلا في قسم مثلا مش عامل التكييف او مش عامل الضغطات فطلع نتيجة بزيرو، بينما اصلا الشغل مش موجود. فبنبدا نفحص الموديل، بيبقى فيه قواعد معموله للكيو اي كيو سي نقدر نفحصها، لو فشل بنبدا نرجعه للناس تاني تعمله، لما نجح بنبدا نجمعه مع بعض ونبدا نتاكد ان الشغل سليم، وبعد كده بنبدا نعمل الكوردينيشن. المفروض كل قسم بيعمل كوردينيشن مع نفسه، يعني المعماري بيعمل مع نفسه يتأكد ان مفيش حاجة خبطة، والإنشائي والكهروميكانيكال، وبعد كده بيتجمعوا عند شخص واحد يعمل الكوردينيشن. غالبا بيكون المعماري لان هو اللي بيكود، هو اللي بيكون بدأ في الأول، فبيكون شغل خف عليه لما يكون الإنشائي والكهروميكانيكال موجودين، أو ممكن شخص من كهروميكانيكال هو اللي يبقى بيعمل كوردينيتور. وبعد كده بيبدأ يفحص الموديل ويتأكد ان هل في مشاكل ولا لا. اكيد طبعا من اول مرة بتطلع في مشاكل، فالمشاكل دي بنبدأ نرجعها، نشوف مين اللي المفروض يعدل الشغل بتاعه ونطلب منه هو يعدل الموديل عشان يتفادى الكلاش ويتفادى المشاكل. وبعد كده لو الموديل خلاص عدى من الاختبار بنبدأ بقى نحطه على الفولدر اللي هيتبعت للشركات الاخرى او يتبعت للمالك، ان يعني خلاص الموديل ده ما فيهوش مشاكل والكلشات بتاعته اتحلت. دي فكرة المسار اللي بيدور فيه الشغل قبل ما نبعته. لازم نتأكد ان ما فيهوش مشاكل، ونتأكد ان ما فيهوش اي كلاشات او في اي تعارضات بين الاقسام وبين القسم.